السلام عليكم ورحمة الله. من حديقة آس بودن في مدينة ستوكهولم. هاي الحديقة يا إخوان الكرام فيها حيوانات أليفة حلوة كتير بيحبوها الأطفال. فزي ما انتم شايفين هاي في أرانب، وجينا هون شوي هيك نتمشى ونشوف أحد المدارس. تهاوشوا الأرانب، في أرانب وفي جاج ملون وفي خرفان في بتاع كله. هلا بنفرجيكم شوي هيك قبل ما نروح نصلي بالجامع الكبير، ونحكي وندردش عن موضوع مهم جدا من مواضيع تربية الأطفال في الغرب. ويعني والله كان عبالي أحكي لكم بعدة مواضيع، ليش الإنسان ما بتغير. طلع لي فيديو هيك لطبيب عيون من أمريكا، لفت انتباهي هذا الفيديو على قصة عائلة عربية. بقول أنا شو السبب اللي وافقت اني اروح على السعودية واشتغل بالسعودية وخصوصا بالمدينة المنورة. بقول انا بالمنطقة اللي كنت عايش فيها في عائلة عربية كانوا يعني اطباء الاثنين، الزوج والزوجة، وحياتهم رفاهية، وضعهم المادي كتير كتير كويس ومرتاحين ماديا، وكل سنة يغيروا سيارة مرسيدس، فكان وضعهم كتير كتير ممتاز وعايشين حياة رفاهية ومبسوطين. لحد ما صار البنت عمرها 18 سنة خلعت بنتهم الحجاب وانطلقت في عالم الديسكوهات والنوادي الليلية والحرام، وتركت البيت وأصبحت الأم تبكي ليل نهار. وقالت يعني أمها قالت أنا مستعد أدفع كل اللي بملكه، أضحي بحياتي عشان بنتي. فبقول أنا من هون اتخذت القرار، عندي بنت عمرها سنة، طبعا هون في خنازير وحيوانات أشكال ألوان هي. طبعا يا ريت تركزوا معي بالقصة لأنه هاي مهمة للعائلات اللي بس مركزة على الجمع المال في الغرب وما بهمها كتير موضوع تربية الأولاد. فبقول أنا من وقتها صح لي عرض وظيفي في السعودية وما رفضت العرض، رغم أني كنت أتلقى كان يعني راتبي ودخلي الشهري في أمريكا أعلى من السعودية، لكني فضلت أني أعيش في بلد أحافظ فيه على عاداتي وأطفالي وأكسب بنتي وأولادي أفضل ما أنه تنهار أسرتي. فهون يا أخوان الكرام في أوروبا كثير من الأسر للأسف اللي انهارت مقابل الرفاهية. مقابل الرفاهية الإنسان قاعد بيدفع وقته اللي هو لازم يعيشه مع أولاده، مقابل الحرية الواحد بترك أولاده لساعات طويلة على أجهزة التكنولوجيا بالمدارس. يعني أنا اليوم كنت في زيارة لأحد المدارس وبتنصدم من أشكال الأولاد، يعني اللي بتلاقي لك إياه قص لك قصة، واللي عامل شعره بطريقة يعني بتشعر إنه هذول الهوية تبعتهم تغيرت تبعت الأطفال من الصغر. يعني بتلاقيه كله تقليد، يعني بتلاقي لك شخصية الطفل من هو صغير للأسف ولباسه وطريقة شكله فيها انحراف، يعني تدل على أنه مستقبله راح يكون انحراف في انحراف. فيا ريت ندير بالنا أولادنا اللي مفكرين يسافروا على الغرب من خلال هويتهم والمحافظة على هويتهم وعلى لبسهم وعلى شكلهم، ويحاولوا قدر الإمكان يبتعدوا عن القصات والحلقات والقصص هاي اللي شوي شوي بتجر أولادنا إلى المخدرات وإلى الهاوية وإلى الزنا وإلى الحرام. فهاي للأسف كثير للأسف من وغير الطلاق وغير مشاكل الطلاق ومشاكل السوسيال. فهاي لفتت انتباهي يعني اليوم القصة، لأنه للأسف هذا واقع قاعد بيصير في الغرب. كثير من الأسر تخسر أطفالها في الغرب بسبب الانحلال الخلقي اللي بيصير ممكن عند الزوج عند الزوجة، الإهمال، عدم الاحترام، قنوات التواصل بين الطرفين، تفضيل المال على الأطفال. فقصة طويلة، بنكمل بالموضوع أكثر بس خلينا نفرجيكم شوي هاي الحديقة. فالحديقة كبيرة هون، بس حبيت أحكي لكم هاي المقدمة، مقدمة الصباح للأسف، لأنه كتير من إخواننا العرب بتواصلوا معي من غزة من سوريا من العراق، بدنا نيجي على أوروبا، بدنا نعيش حياة سعيدة. في مقابل هاي الحياة السعيدة لساعات من النحل
لساعات من الخسارة إذا أنتوا ما كنتوا اثنين على قلبي رجل واحد زي ما بحكم. إذا الزوج والزوجة ما كان في بناتهم حب وتفاهم واحترام وتواصل، المرأة تقدر الرجل والرجل يقدر المرأة، واثنين يكملوا شخصية بعض، مش كل واحد يركض هي تركض لزينتها وبرات البيت وتهمل زوجها، هي يجي الزوج على البيت ما له شخصية، ما له قيمة، ما له احترام، كله بس مجرد أوراق وفواتير وقصص تافهة. هاي كلها قاعدة بتحجم الآباء في الغرب وبتقلل من صورتهم لدى الأطفال. الأب اللي قاعد بيشتغل شغلين وثلاثة وأربعة وما عنده وقت لأولاده لو ساعة لو نص ساعة باليوم، حاول بالذات الأطفال الصغار، أنا قاعد بقولكم على بالذات الأطفال الصغار اللي قاعدين شوي شوي بأخذوا عادات وقيم غير عن عاداتهم. ركزوا على الأطفال الصغار من أول من قبل ما ينولد لحد ما يصير عمره يمكن 7-8-10 سنين، هذه الفترة فترة بناء القيم، فترة بناء الشخصية، فترة بناء المهارات، فترة بناء الأدب والأخلاق واللغة والهوية. فإذا ما انبنت هاي الأشياء سلامة سلمك، ممكن ابنك على عمر 13-14 يشوفك قاعد بتقدح وبتشتغل وبتتعب وبتجيب مصاري وبالأخير يسحب حاله ويطلع من البيت. ويا ما شفنا قصص على أرض الواقع، مش بس عرب، عرب على أفغان على إيران على بتاع كله، البنت بس وصلت عمر 15-16 سنة صارت من هي من المدرسة ممكن مصادقة ومصاحبة وفي قصص احنا ما بنعرفها. فانتبهوا يعني، انتبهوا أكتر لأولادكم، لأنه الوضع بيني وبينكم في الغرب أمر غير سهل. يعني المخفي أعظم كما يقولون، المخفي أعظم. احنا في ستوكهولم في منطقة آس بودن، في حديقة آس بودن في مدينة ستوكهولم. فالهجرة إلى الغرب ليست هي الحل للأشخاص اللي عاجزين عن تربية أولادهم، بل راح تكون نكبة. تعرفوا نكبة؟ هاي هون الهجرة إلى الغرب للي طول النهار يتهاوش ومرته ما في احترام وما في أداب وما بيعرف مهارات التربية، راح تكون عليه نكبة وخسارة ودمار. تخيل أطباء فشلوا في تربية الأولاد، فما بالك الأشخاص العاديين؟ لأنه الحياة هون غير، القيم هون غير، الحرية غير، النظرة للحياة غير. ابنك قاعد بتأثر بالمدرسة، ابنك وبنتك تروح على المدرسة بتشوف صحباتها طنانير ومش طنانير. طبعا هنا ما في زي موحد زي بريطانيا السويد، احنا في السويد وهي مكتوب، انا كتبت السلام عليكم ستوكهولم اكنه ستوكهولم السويد، وكتبت جنبها آس بودن، منطقة آس بودن في ستوكهولم. فيا اخوان الكرام اللي بيطمعوا بالهجرة الى الغرب، والله الانسان لازم عليه اول شيء ربي نفسه قبل ما يسافر الى الغرب، لانه التربية بالغرب صعبة. احنا مخلصين علم نفسه بكالوريوس واضرب واطرح ومش قادرين، مش قادرين لحد الان. يوميا عندنا اسئلة واجوبة واطروحات وقصص مش عارفين نوصل لها حلول، فما بالك الشخص اللي جاي وبس هدفه المادي ويجمع ويركض ورا المصاري وتارك مرته وتارك أولاده. فبالأخير بيصير في خسارة، يا طلاق يا سوسيال، يا البنت بتطلع عمر 15-16 بتبلش بالشورتات، بتبلش بالحركات. وين احنا صرنا بالمنطقة هاي هون، هاي هون. فبتلاقي لك البنت بلشت والولد بلش بالقصات وبالشعرات، وهات عاد بصير العيلة تندب حظها. ببلش الولد شوي شوي يقلد في لبس المشاهير ولبس أصدقائه، وشوي شوي بصير بده حلق، بصير بده يلون شعره. فهاي المصائب اللي بتواجه الأسرة العربية. يعني انتوا بتشوفونا بنضحك وبنبتسم وبنشوف عائلات بتضحك وبتبتسم، بس والله بس يشوفوا أولادهم ما بيصلوا، ما بيعبدوا ربنا، وما بيعرف يقرأ قرآن، وما بيعرفوا دينهم، ولا صلاة، ولا صلاة فجر، ولا ظهر، ولا عصر، ولا ما يحزنون إلا ما ندر. طبعا في ناس ما شاء الله عليهم. فالموضوع مش بالساهل يا أخوان الكرام،
حبيت يعني هذا الموضوع، والله هو مو كان موضوعي لليوم، أنا كان عندي موضوع آخر راح أتكلم فيه مرة تانية عن موضوع ليش بعض الناس ما بتتغير. يعني مرات تيجي لك زوجة بتقول لك يا أخي صار لي عايش مع زوجي 20 سنة زي ما هو ما تغير، بل بالعكس تغير للأسوأ. وفي ناس زي هيك يا إخوان الكرام، يعني هو مفضل يظل عايش بمنطقة الأمان، أو هو شايف أنه مش هو لازم يتغير، لازم غيره اللي يتغير. يعني ممكن تكون عايش أنت بزوجتك، هي شايفة كل سلوكياتك الغلط وبتقول لك تغير أنت، أنا 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 بيرفكت. أو الزوج يكون نفس القصة. فالإنسان مرات ما بشوف عيوبه ويقول لك لا يا عمي أنا ممتاز أنا رائع، الطرف الثاني الغلط من الطرف الثاني، فبيظله مكابر 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 حتى يأكل الخازوق، حتى تيجي تقول له مرته بدنا نتطلق أنا مش قادر أعيش معك، أنت بتدخن، أنت بتصر إيش، أنت بتماطل، أنت بتحترمنيش، بتطلع له إياهم كلياتهم كالقنبلة النووية. فمرات ما بتغير الإنسان يا أخوان الكرام إلا إذا وقع الألم، إلا إذا استحق التغيير. واستحقاق التغيير قد يكون بالألم، حادث مرور، إفلاس، يعني بتصير مع الإنسان قصة من القصص اللي هو وقتها يستحق التغيير. وهيك في ناس زي هيك بتظلها قاعدة بأوروبا تقول لك لا يا عمي خلينا نلم فلوس، هاينا عايشين بأوروبا، وهو بكون مش مركز مع أولاده، يقول لك هايم عايشين زي الأولاد التانيين، هايم عايشين أحمد ربهم جبتهم على أوروبا. طب الأولاد بدهم عناية، بدهم إشراف، بدهم تربية، بدك تأخذهم على تعلمهم مهارات، تعلمهم ثقافة، تعلمهم دينك، تعلمهم. يعني احنا مقصرين إخوان الكرام، نحكي لكم احنا قاعدين نحكي لكم لأنه قاعدين بنشوف الأسرة العربية كيف بعض الأطفال اللي عايش بالخوف الاجتماعي، اللي عايش بالحرية الكثير. يعني ما هو المشكلة هاي اللي بنعاني منها، يا بتلاقي لك بنت محافظة كثير وبدهاش تختلط وعايش بخوف اجتماعي وبتقول لك ملل ومش قادر أكون صداقات لأنه مش قادرة هي تختلط وبدها تحافظ على دينها، يا بتلاقي لك بنت بدها تعيش الحياة الغربية، بدها تلبس بلاطين جينز وبدها تلبس أشياء ذيقة وبدها تعمل زي البنات الأخريات. فهنا وقع الفاس بالرأس. صباح الخير، صباح النور. طيب هلا بنشوف شو في عندنا هنا. انت لا، وين الأسئلة؟ ما في أسئلة. شوف سبحان الله، احنا قاعدين نحكي عن الأسرة العربية، واحد بيقول لك طبعا يا اخوان الكرام خلينا نركز بالموضوع لانه موضوع والله عن جد يعني شيء مؤلم اللي قاعد بنشوفه احنا من ابناء الجالية العربية بالغرب. عن جد انا كثير عملت فيديوهات عن موضوع تربية الاولاد في الغرب والتحديات، من اكبر تحدي. طبعا يا اخوان الكرام الاسئلة الخاصة ما في داعي على العام، الاسئلة الخاصة ما في داعي على العام، احنا قاعدين بنحكي بموضوع عام هلا بخص كل الامة. يعني انا لو في مجال كان دخلتكم على احد المدارس فرجيتكم الاولاد العرب كيف شكلهم الحقيقي، كيف شكلهم كيف شعرهم، كيف الحلق اللي حاطينه، الدق اللي دقينه، للاسف اشي يعني ينبئ بمستقبل، للاسف مستقبل بعيد عن الدين وبعيد عن رب العالمين وبعيد عن كثير من الأمور. وممكن هذا يكون هو سبب من الأسباب، للأسف الأسرة، خسارة الأسرة الكبيرة اللي هاي بتبين بعد سنوات. والله أنا هذا الموضوع كل ما أحكي فيه بشعر أني منزعج، لأنه في ناس ما بيستوعبوا الكلام وما بيفهموا إلا لما، زي ما حكينا أنه في ناس ما بتتغير إلا لما سبحان الله يصير لها كارثة أو تيجي تجرب بنفسها. يعني في نوعية من الناس، طبعا أنا هلا مو شايفين الشاشة، فحاولوا أنه يعني إذا عندكم أي سؤال اكتبوه بعدين برد عليكم. الشمس اليوم ما شاء الله، اليوم الأجواء جميلة جدا في مدينة ستوكهولم، فالشمس مغطي شاشة التلفون، فما رح أقدر أرد على أسئلتكم. اللي بده يكتب سؤال يكتب من خلال تجربته، إذا أنت عندك أطفال
كيف بتحافظ عليهم بالغرب؟ بتتابعهم بالمدرسة، بتتابع لبسهم، بتتابع أكلهم، بتتابع كلامهم، كيف شايف أولادك؟ لأنه للأسف الواقع يمكن ولد بين كل المدرسة يكون ولد شايف فيه القيم والأخلاق للأسف. أما باقي الأولاد، إحنا قاعد بحكي عن أولادنا، بتلاقيه بده ينسلخ من عروبته، بده ينسلخ من دينه، بده ينسلخ من قيمه. يعني هو عايش بين شخصيتين، مرة بقول لك أنا سويدي، مرة بقول لك أنا عربي، ولكن لبسه وشكله وللأسف وشعراته والأشياء الأخرى تدل على أنه بده يكون شخص آخر. وشوي شوي ببلش عاد الانحلال شوي شوي. فللأسف نادرا ما تشوف الأطفال في المساجد بيصلوا بيقرأوا قرآن. يعني هسه لو تشوف المتابعين، لو نكون صادقين مع بعض، معظم أطفال العرب اللي في الغرب بزوروا المسجد بس يوم السبت والأحد إذا الأسرة جبرتهم على تعليم اللغة العربية، باقي الأسبوع ما حدا بروح. يعني المسجد نادرا، إلا في ممكن المناطق الريف زهقانين بروحوا بتسلوا يمكن بالجامع إذا عندهم جامع. فللأسف يا أخوان الكرام، من أكبر التحديات في الغرب، حط ببالك يلي مفكر تسافر للغرب، إذا أنت مفكر تسافر حط ببالك أنه عندك أكبر تحدي هو غير استدارة الهجرة وغير السوسيال وغير حرق القرآن، كيف تربي أولادك؟ لأنه الأولاد قاعدين بتأثروا بالمدرسة وبتأثروا بالمجتمع وبتأثروا بالأصدقاء وبتأثروا بالإنترنت والتيك توك والمواقع التواصل الاجتماعي، وهم عايشين في بلد غربي. والله يا أخي الكريم الموضوع مو بالسهل. الكلام اللي بنحكيه، قاعدين بنحكي كلام سهل إحنا، تربية الأهل وما تربية الأهل، التطبيق صعب. التطبيق في الحياة في الغرب إنك أنت تتابع ابنك ومدرسته ودراسته وأصدقائه والبرامج اللي بيحضرها، أمر مو سهل. على كل حال إحنا هلأ بنروح على المحطة ونروح لعند الجامع الكبير نصلي الظهر إن شاء الله، نلحق فنشوف إذا كان في مجال رح تضلوا معنا في القطار. إحنا في منطقة آسبودن في مدينة ستوكهولم. فيعني أنا بس هاي رسالة لكل عربي مفكر يجي على الغرب، سويد، أوروبا، بغض النظر أنا ما بحكي بس السويد، أي بلد أوروبي راح تواجه أكبر تحدي اللي هو تربية الأطفال. يعني حتى لو رحت على بلد غير السويد مش ما فيها موضوع السوسيال، برضو العرب ببريطانيا بيعانوا من تربية الأولاد، العرب بفرنسا بيعانوا من تربية الأولاد، لأنه ما في عندك أسرة ممتدة. أنت بالأردن بسوريا جارك بيساهم، المدرسة بتساهم، المجتمع بيساهم، بسموها الأسرة الممتدة. الحارة هسا أنت لو تعمل شغلة غلط بالحارة بيجي جارك بيقول لك وين يا رائد؟ ليش ما رحت تصلي؟ لكن هون مين بده يقول لك وين ما رحت تصلي؟ هون بيقول لك ليش رحت تصلي؟ هون بيقول لك ليش رحت تصلي؟ في دولنا ممكن جارك يقول لك يا حبيبي وينك؟ ليش تلعب بالحارة؟ ليش توسخ حالك؟ ليش؟ هون كل واحد مسؤول عن نفسه 100%. فإذا الأب كان فاشل أو الأم تدمرت العيلة. إذا أطباء بقول لك فشلوا في تربية الأولاد، فما بالك الأشخاص العاديين. فالموضوع مو سهل. يا الله يا كريم كم الله. الله يعين المغتربين في أوروبا، قابضين على دينهم كالقابض على جنب. يا كريم نشوف إذا نقدر نكون مع بعض شوي، يا ريت نشوف مشاركات من العائلات العربية كيف تحافظ على أبنائك في الغرب. شاركونا، تابع أولادك، لأنه أنا ملاحظ كثير بشوف للأسف أكثر يعني حتى المتزوج، يعني قبل ما تتزوج اشتغل لك شغلين أنت حر، بس بعد الزواج خصوصا اللي عنده أطفال صغار، هدول اللي عندهم سنتين وثلاثة
هدول بحاجة إنك تلعب معه، بحاجة تزرع فيه القيم والمبادئ. فهدول اللي عندهم سنة وسنتين وثلاثة وخمسة يعني بحاجة أطفالك إليك. نعم ترين، تربية سليمة القديمة ضد الطفل وضد حريته. يعني قد ايه في نصائح عن موضوع السفر والهجرة، وبعض الناس بيحاولوا يعني يبرزوا الصورة في الغرب وجمال الغرب. اوكي الغرب حلو وطبيعة حلوة وكل اشي، بس ما في شيء ببلاش، ما في شيء ببلاش يا اخي الكريم. اذا انت ما تعبت على اطفالك راح تخسرهم في الغرب. صحيح ان الدول الاجنبية في طبيعة وفي جمال وفي خضار وفي نظام، لكن بالمقابل صعب جدا انك انت تقدر تضبط سلوك اطفالك. الموضوع الاف الاف، يعني بتدخل هسه اكتب في جوجل، اكتب باليوتيوب عن مشاكل الاسرة العربية في الغرب، الدكتور امجد قورشة عمل سلسلة فيديوهات. ادخلوا على اليوتيوب اكتبوا تربية الاطفال الدكتور امجد قورشة من الاردن عايش بكندا، وشوفوا قديه مشاكل الأطفال العرب في كندا. مش ملحق مش ملحق. أمجد قورشة، الدكتور أمجد قورشة وغيره وغيره، الدكتور مصطفى أبو سعد، الدكتور جاسم المطوع. الأسئلة اللي بتجيهم باستمرار من العائلات اللي عايشة بالغرب. فالموضوع ليس بالأمر السهل، مش بس رغبة إن أنت جاي حاب تيجي على الغرب، عندك رغبة. الموضوع كبير، أنا ترى عملت أكثر من 20-30 فيديو على هذا الموضوع، بس أنا مجرد رسالة. يعني إحنا كمان لحد الآن نواجه، ورغم أن أولادنا كبروا ووصلوا لعمر 20 و21 سنة، لكن لغاية الآن في أمور لم نصل إلى حلول فيها. يعني حتى لو بتفكر بعدين بالعودة إلى الوطن، ممكن ابنك لما يكبر يرفض العودة. ادخلوا على نسلم عليكم بعدين نطلع بالقطار. صبح صبح يا جميل، إن شاء الله يوم سعيد علينا وعليكم. والله إخواني الكرام، إني بحكي لكم من كل قلبي، من كثر ما بشوف الأطفال والله بنزعج لما أشوف طفل عربي عامل شعراته بطريقة وحاط حلق هون وداق هون، والبنت لابسة قصير وبتردش على أبوها وإمها. عقوق للوالدين تسألوش، عقوق بشكل لا يوصف. الأطفال عايشين في عالم آخر، عالم التيك توك وعالم اللبس وعالم الملابس وعالم الأغاني وعالم سبوتفاي. فالأطفال عايشين بعيدين جدا جدا. يعني أنت في كوكب، زي ما بحكوا الكتاب، المرأة في المريخ والرجل في زحل، ما أعرف زي هيك شيء. الأسرة بتفكر حالها أنه مسيطرة، بتفاجئوا بعدين بلاقوا بنتهم اللي عمرها 14-15 سنة مصاحبت لها 4-5 وبتدخن من وراهم وممكن بتحشش. يا ما سمعنا قصص. فاللي ما بتابع ومو فاضي بتيجي النكبة بعدين. يعني انت زي كأنك تنتظر القنبلة حتى تفقع بوجهك. هاي انك تعطي ثقة كثيرة للأطفال غلط. يعني هاي كلام مربين مش كلامي انا. تعطي الولد حرية كاملة، اعمل اللي بدك اياه بابا، تتفاجأ فيه بعدين صار ممكن يشم، ممكن ينحل، ممكن تغير، غير جنسه، غير دينه، غير مذهبه. فاحنا نحكي لكم من خلال الواقع. الموضوع مو سهل، مش بس سوسيال هذا جانب من الجوانب، لكن في امور اخطر. لما الانسان يلحد، تخيل يجي ابنك يوم في الايام بقول لك يا اخي، يوصل لمرحله انه يلحد، مش بيصليش. هدول بيصلوش كتار، اللي بيصلوش كتار، لكن للاسف في اطفال في الدول الاجنبيه انحلال أخلاقي، انحلال فكري، إلحاد. فوما على الرسول إلى البلاغ المبين. يعني لا تفكروا بس الغرب هو عبارة عن سيارة وفيلا ورصيد بالبنك. عندك أولاد، ربنا راح حاسبك عليهم. عندكوا أطفال وعندنا أطفال، وبقولكوا صعب جدا، صعب جدا إنك تقدر تربي أولادك في الغرب. أنا كثير كل ما أتلاقى مع صديقي لي يقعد يحكي لي عن مشاكل أولاده. طب ما احنا عايشين في بلد مرفه، المفروض ما عندنا مشاكل. لا، الحريات ومفهوم الحريات والتلفزيون والإعلام
والرقص والأغاني والمسلسلات التركية والصديقات بالمدرسة، كله قاعد بيأثر، كله قاعد بيشكل بالسلوك. مش بس أنت لوحدك، المدرسة قاعدة بتغير، صديقات المدرسة، الطلاب، البنات، بنات الجيران، المجتمع اللي برا، اللبس، الفاشن، العروض، كله قاعد بخرب. نرجع لكم إن شاء الله عند الجامع الكبير، نشوف القطار، نشوف القطار إذا ما في ناس كتير. حبيبي حبيبي، السلام عليكم. شكله في ناس كتير، ما راح نقدر نضل معكم. معبى القطار، خلاص نرجع عند الجامع الكبير. هنشوف التعليقات أول شيء، بس نشوف التعليقات. كلام صحيح، ريد لاين، الخط الأحمر صح. هون أسبودن، مكتوب لكم اسم المنطقة قبل ما ننزل. نحن في أسبودن ستوكهولم. أسبودن اسم المنطقة، فوق عندكم على الشاشة، طلعوا على الشاشة. طبعا هاي الفيديوهات بتنزل على اليوتيوب، دخلتوا على قناة اليوتيوب، هاي هون كتبنا لكم اياها على الشاشة، تفرجوا عليها هيك وتفرجوا على القطار. هاي مكتوبة هون ريد لاين أسبودن، كتبنا لكم على الشاشة. مبروك شغل جديد، الله يبارك فيك يا رب، الله يسعدك حبيبي. اليوم عطلين، امبارح اشتغلنا ل 11 بالليل، الحمد لله اشتغلنا الصبح بالليل، الله يسعدكم يا رب. مساء الخير، مساء النور. صلاة الظهر لسه، هلا كمان شوي نروح نلحق الصلاة. لسه من هؤلاء الناس اللي هم ثبتنا على دينك يا رب، اللهم ثبتنا على دينك. ايش هذا منطال جينز، هاي ظلت على هيك. هو مرات الواحد بحكي انه شغلة بتجيب بجرعة شغلة، انه بدنا شوي يلا. والله مصايب اكثر من هيك، اكثر من بنطلون جينز. هذا خطوات زي خطوات الشيطان، ستيب باي ستيب، بيجيكوا خطوه خطوه، ما بعدين تيجي النكبه، بتلاقوا البنت ولا الولد بلش، بعدين خلص شوي شوي، تلاقي الاولاد. هاي وصلنا ليلى هولمن، ليلى هولمن، وصلنا ليلى هولمن. الخطوات هي بالتدرج. يا ريت يا ريت المتابعين معنا، روح لي مره صلي في بالذات بستوكهولم، شوف لي عدد الاطفال اللي في الجامع في الصلاه. ما في يعني، في غياب يا اخوان الكرام كبير. انت ليش جاي على اوروبا؟ بس جاي عشان المصاري؟ لازم يكون عندك في رسالتك في شيء معين. انا بس بخاطب يعني، بحكي الاخطاء اللي احنا وقعنا فيها. لازم تحط اولادك رقم واحد في رسالتك. قطار لندن هذا غيره، خطير قطار لندن، قصة تانية. فاكثر مشاكل الاسرة ورا قصص الاطفال، يا مع المدرسة متمشكل، يا بده يسبح، يا بده يصيع، يا بده يتأخر بالليل، يا البنت تتأخر، يا اللبس، يا مش عاجبتني هالحبة اللي بوجهي، يا بدي أغير شعري، يا بدي أغير، بدي أقص قصة جديدة، يا بدي أدق على جسمي. هاي هي أكثر اهتمامات للأسف الأطفال في هذا الوقت، يا لبس يا لعب، يا بفكروا بأشياء جديدة يغيروا. مشتول صحيح الفول. شاركونا إذا في معنا عائلات أو التحديات اللي تواجهكم بتربية أولاد. ما هي أكبر التحديات التي تواجه الأسرة العربية في الغرب؟ أحط لكم السؤال هون. وين السؤال؟ هو فين السؤال؟ أعطنا لكم السؤال هون تحت. أكثر التحديات في الغرب ما هي؟ Okay.
يلا بنكمل بنكمل عند الجامع الكبير احسن عشان ناخذ حريتنا وراحتنا ان شاء الله. بنشوف بعد الصلاه ان شاء الله بنعمل جوله وبنحكي، بس بدنا مشاركات، بدنا تفاعل، نركز على الحلول، حلول تربيه الاطفال في الغرب عشان يعرف الشخص اللي عازم يجي على اوروبا وامريكا، يعرف انه هناك في تحدي مو سهل، مو سهل جدا. كثير ناس بتنسحب، هلا قاعدين الناس بتقعد 20 سنة وبس يبلشوا بالخوف بتلاقيه رجع على مصر او راح على او رجع على سوريا. فبنحكي بعدين ان شاء الله. السلام عليكم.